باهي باهي. عسلامة عسلامة اخونا. انت من دماء من سوريا؟ من سوريا من حماه. من سوريا من حماه. حما الشهباء سموه الشهباء كما حمام الفداء. حماه ام الفداء. ام الفداء حمام الفداء. تكون تو امامك الفستق وقاعد تخدم فيه. وصل وصل عمل وصل 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 الفستق هذا واتحضر فيه تو زنود الست. معناها بتخدم حلويات اسمها زنود الست. زنود الست. نعم. شنو مميزاتها زنود الست هذه؟ شنو المميزات نتاعها؟ طحين. ايه مش مكوناتها. لا مكونات فماش حاجه مميزه. مع هذه توا هذه هي زنود الست. هذه قبل ما تبدا قبل ما تدخل الفور. ها تدخل الفور. نعم. كان شوفوا حطل العسل وبعدين تنزل للمحل. لا ماذا بينا نشوفوها كعبه. تخدم لي في كعبه نشوفوها باش الساده المتابعين يشوفوا طريقه العمل. هلا بعد النجمو خلص الفستق خلى بعد. شنو النوعيه اللي تخدموا فيها هنا؟ نوعية من انه من انه ناحيه النوعيات كلها بتاع المرطبات المفيله هنا في 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 مرطبات عادل خلفي. من المكونات يعني نوعيات. النوعيات ايش النوعيه؟ النوعيات عندك زنوت الست. اي عندك سوارت الست. اي عندك كولوش كور. اي وعندك تاج الملك. اي وعندك الفيصليه. اي مبرومه. اي واللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. اي وبصمه. اي وفم السمكه. اي بقلاوة لوز. ايه؟ بقلاوة حلبي. ايه؟ بقلاوة لوز. ايه؟ بسبوسة حب. ايه؟ بسبوسة باشا. ايه؟ بسبوسة بجوز. ايه؟ كول وشكو. ايه؟ لوزينة. ايه؟ سنوبرية. بيه؟ انطاكية. ايه؟ وربات. ايه؟ مبرومة. مبرومة تقريبا هلا تو تسميه تقييم حسب ما نتبع فيك مش غلط في الحساب. سميته قرب 25 نوع. ايوه ها موجودين تحت في المحل. باهي هذوما شنو المكونات المكون الاساسي لهم؟ المكون الاساسي لهم كلياتهم الطحين. الطحين شنو الطحين؟ الطحين شنو الطحين؟ هو شنو الطحين؟ الفارين. لا اعطيني. لا لا سامحني. المكون الاساسي تقييم الفواكه. المكون الاساسي هو كلياتهم جايين. اللي عبل لك البقلاوه باللوز بيجي لوز، البقلاوه اللي بجوز يجي جوز، والمكونات الباقيه نفس الشيء. بس سامحني احكي لي على المكونات هذه. عدل هالي لوز وجوز وفستق بندق. اي وبرك يا عديل. اي واسمع لوز. اي وجوز. اي فستق حلبي. اي سنوبا. اي بندق وبندق بس. اي الاكاجو. اي هذه المكونات اللي تو هي قدامي. شوف المكونات تحول المكان هذا. مكونات قدام عندي لوز ونشوف الاكاجو نشوف الفستق نشوف الجوز. هذا بندق نوع اخر هذا تقريب. هذا لوز او ابيض. هذه كل مكونات هذه كنت تستعمل فيها في المكونات. بالاضافه للشحور طبعا نسموه مش عارف في سوريا يسموها شحور. العسل. العسل. بالاضافه الى الزبده والعسل. بالاضافه الى الزبده والعسل. سمعت برا وانا اتحدث برا على 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 المرطبات اخونا عادل هنا اللي ثم مكون معناها في تطوير ما يستعملوش برشا هو السمن. تستعملوا في السمن صحيح؟ نوعيه زيت زبده ونوعيه قليله جدا من السمن. نعم قليله جدا من السمن. لا خاطر يقولوا عندها نكهه تاع السمن. هذه يقولوا عندها نكهه عباره عن نكهه بسيطه من السمن. تبقى زيت زبده عسل بس. زيت زبده عباره عن نكهه بسيطه بالسمن. قديش عندكم تو تخدموا في المرتبات هنا نتاع اخونا عاد؟ قديش عندكم المده قديش؟ شهر. مده عندكم شهر. خلال المده هذه لاحظتوش اقبال او معناها على المنتوج الجديد هذا الشامي السوري ولا ما ثماش اقبال؟ لا اقبال جيد. اقبال جيد. جيد رغم ربما ارتفاع الاسعار النسبي. لا الاسعار كويسه الحمد لله لا بالمقارنه للمرتبات الاخرى في طوين. انا امس عملت دور على المرتبات اللي حكيت معاهم على الموضوع. نعم. وقالوا لي ما يمنعنا ان نعمل كذا هي الاسعار المرتفعه. نعم طبعا المكونات اللي عند باقي المرطبات مو زي هي المكونات اول شغله. يعني المكونات اللي توجد عند عادل مبروك هذه المكونات اللي انت شايفها قدامك غير عادل ما عم تجيب من هذا المواد يعني اللي عم نستعمله نحن. ايوه يعني شايف انت اللوز الفستق الحلبي الكاجو. أيوة. هذا يعني معروف اسعاره بالسوق كان. أيوة. تمام. أيوة. الحلو اللي عم يشغل نفس هذا غير تطاوين. أيوة. بجربه ولا بسوسه ولا بتونس. أيوة. باع هذا الكيلو ب 80 و 100. ايوه المكونات هي اللي عم يشتغل معنا اللي يتباع في سوسه ب 80 وفي جربه يتباع هنا ب 40 و 30.
ايوه اللي عم يبيع هوني اغلى سعر، اغلى سعر عندنا هو المبرومه ب 45 دينار وعندنا صنوبر. بس سامحني المبرومه هذه 45 دينار في تطاوين، قديش تعمل في سوسو في جبهه من دول كبير؟ عم يبيعوها ب 80 و 100. ب 80 و 100 واضحه الامور، واضحه التداول وتوضحت الامور. باهي ما شاء الله ربي يعاونكم. يعني منطقه يعني هنا منطقه شعبيه وناس يعني مو زي تونس وكذا، يعني هيك شويه متطرفه عن البلد عم بيبيع بهالاسعار. داعش اللي بيحاولك خونا محمود، ريتك تو عملت ديك بالفرينه قبل ما تبدا في 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 الفانيلا، بعد الفانيلا طلعت العجينه. الواهل عملت ديك الفرينه، غسلت ديك بالفرينه ولا مسيتهم بالفرينه؟ لا هذا نشاء. نشاء مش فرينه؟ نشاء. لا نشاء الواهل. نشاء الواهل عملوا مشان لا تلزق العجينه في الهيل. بس ما تلصقش العجينه في الهيل. ايوه طب شوفوا عمليه صنع الست زنود، الزنود السته. نعم. هيك ورقه شنو هي؟ ورقه بتاع فرينه هذيك ولا شيء؟ ورقه بتاع فرينه مفتوحه كبيره بشكل كبير جدا. بعدين تتقطع. بعدين تلتف. تلتف الاصبع عادي. قلقال هذاك. قلقال. هذا شنو تحط فيه تو دم؟ طلع قليل من الفستق الحلبي. فستق حلبي هذا ايوه. شنو الفستق الحلبي؟ هو الفستق قاعد بتاعنا في تونس ولا نوع اخر؟ نفسه فستق حلبي. شو تسموه انتو؟ لفها ونزلها في الصينية. تنزلها في الصينية. نعم. بعد تمشي للفور. بعد تمشي للزبدة. الزبدة قبل. نعم. تتسمم بالزبدة. وبالزيت. بعدين تدخل الفور. تطلع من الفور. تطلع العسل. بعد العسل لتبرد تنزل للمحل. تنزل للمحل. نعم. تنزل للمحل بين شالب. وشوف مثلا النظافه ما تحكيش، رخام وصينيه ينوكش وانا ما شاء الله معنا حاجه تفرح وتشرف في تطاوين. نعم. يكون عندنا محل بهذه الطريقه. طب شو نمروا بحول ناقه الوطن ونشوفوا المعروض بحولها. نزلتها اسامي محمود. هذه كنت تصنع فيها في المصنع فوق تاع المرطبات. نعم. اللي هي قلت لي اسمها زنود الست. زنود الست. نعم. زنود الست. وكانت عرينا السيلوفان فوق نشوفوا. خذ لنا هيك مرسو في يدك، خذ لنا كعبه في يدك، خذ كعبه في يدك. هذه تو هي اسم زنود الست. هي تقريبا شي مكونات نتاعها اللي مرينا الفوق هي فستق و... نعم. وطحينه. فستق وطحينه ونشاء وزبده وزيت، وعباره عن شيء بسيط من السمن. هذه تو الشوم كان شوفي غادي مكتوب عليها الشوم الكيلو ب 30. بكيلو ب 30 معناتها حسب رايك شوم مناسب. نعم شوم مناسب. تو باش نمشوا باش تورينا كل الانواع وبقيه الانواع. شنو هي هذه محمود؟ هذه لوزينه. لوزينه هذه لوزينه. هذه لوزينه. هذه لوزينه ثمنها ب 40 كمان. هذه ثمنها ب 40. ايوه نقول ثمنها ب 40 مع الكيلو ب 40 هيك كمان. كيلو جرام ب 40. نعم كيلو جرام ب 40. نعم باهي نمروا نتعدوا سي محمود. هذه من تحت جوز هند. جوز هند من فوق مكسرات. مكسرات فواكه. مكسرات لوز فستق حلبي كاجو وكامله ان شاء الله. باهي نجوا لهنا كيتو الفريكو محمود. شنو هي هذه؟ هذه مبرومه. هذه المبرومه. هذه المبرومه. ايوه هذه مبرومه. اعطيه مكونات تاعها كلها مكسرات. هذا من الداخل، من الداخل فستق حلبي. ايوه من برا اسمه كنافه. 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 شيل الكنافه. هذه الكنافه اللي ما في منها بتونس. هذه الكنافه تجي من ليبيا. تجيبوها من ليبيا الكنافه. ايوه صناعه سوريه طبعا. ايوه الكنافه. ما فسرتناش شنو الكنافه. هي ما فسرتهاش. الكنافه اللي عباره الكنافه هذه الكنافه تجي كل رشده هذنا هنا تتباعها كيكة. تتباع كل شيوط. ما تصنعوهاش انتم هنا؟ اصلها من الفرينة. اصلها من الطحينه. ما اصلها منين؟ اصلها فرينه. فرينه طحين. معناها طحين. اي طحين. هم كي شعر كي الشعر يجي. كي رشده في اللي يبيعوها هم يصبوها على الصبابات تبعوتها. لها صبابات خاصه. صعبه جدا. صعبه جدا. يصبوها على الصبابات تبعتها وبعدين يعبوها باكياس وبعدين تباع ونحن نلفها ونطيبها بالنار ان شاء الله. هذه شنو هي الاخرى؟ هذه تاج الملك. تاج الملك. نعم هذه عبارة كمال على كنافة. كنافة. ومن نص مكسرات. مكسرات. نعم. نواصل محمود. نعم. اسمع عطوش برشا. هلا بنجي على البصمة. هذه بصمة اسمها بصمة. هذه اسمها بصمة. بصمة كيف كنافة ومكسرات. كنافة ومحشية مكسرات. مكسرات. نعم.
طبعا ماذا بينا كل حاجة تسميها لنا خلينا الثمن بتاعها. البصمة بقديش؟ هذه البصمة ب40. والتاج الملك؟ تاج الملك الطرف ب2500. الطرف الواحد؟ الطرف الواحد 2500. وهذه اسمها الملفوفة ولا المبرومة؟ المبرومة المبرومة 45. 45 مبروم 45. كم زل هنا؟ هاي صمصة، هذه تونسية. تونسية تونسية، هذه صمصة تونسية تونسية. هذه كيلو ب18 دينار. أخص حاجة تونسية. الشامية والسورية غالية شوي. ثمان مرتب. هنا فيصلية. اسمها؟ فيصلية. فيصلية. كيف كيف لاحظ أن الكنافة معنا موجودة كل شيء. زي الكنافة. أيوة. هذه بتجي مسكرة وحشية في السوق. وحشية به. نعم. بعدها مغاد. هذه الطرف. لا شو مغاد؟ إحنا الطرف قد إيه الطرف؟ هذا الطرف 2500. طرف 2500 به. هذه بلورية. بلورية. هذه بلورية. أيوة. هذه كنافة وفستو. وفستو. هذه تطيب بدون زبدة بدون زيت بدون أي شيء. معناه اللي عنده كوليسترول تساعد. يأكل منها. بقلبه شيء بسيط من العسل بس. من العسل. بيه. نعم. لونه بيضة لأنه لا فيه لا زبدة ولا زيت. ولا سمن. تساعد أصحاب الرجيم وأصحاب أيوة. اللي فهم. نعم. أيوة. السوم السوم. هذه الكيلو بتاعها ب40. كيلو. 40 بين نواصل وين هذه كول وشكور. شنو كول وشكور؟ كول وشكوم. نعم. كول وشكور. كل وشكور. كول وشكور. ايه. كل وشكور. ايه. ايوه. شنو هي هذه؟ شو هي؟ البقلاوه بتاعنا تقريبا. هذه بقلاوه. بقلاوه. محشية في ستوك. محشية في ستوك. باهي. ثمنها قد ايه الكيلو هذا كيف كيف؟ هذه ثمنها 35. 35 باهي. نعم. باهي. الوصل اللي بعدها هذه؟ من نجي لسوارت الست. شنو هي؟ سوارت الست. سوارت الست. نعم. ايه. هذه الكيلو بتاعها 35. كيلو بتاعها 35. ايوه. هذه بالنص بقلبها لوز. لوز. ايه. ايوه. نجي لبقج. شنو هي؟ بقج. بقج فستق حلبي. فستق حلبي. هذه بقج. هذه بقج بالنص فستق حلبي على الدائره كنافه مقصوصه بشكل زي البقجي. ايوه. انتم شو تقولوا لها؟ ما انا بكلمك بالسوري طبعا. ما سيرس بي. نعم. يفهم يفهم الله. التطوينيه يفهم الله السوريه. هذه الكيلو 35. 35 بي. هذه فم السمكة. فم السمكة. ايه. ايوة. هذه عبارة كمان على الكنافة. ايه؟ محشي بقلب الفم السمكة مكسرة. مكسرة. بيه؟ نعم. هذه الطرف 2500. ثمن 2500. ماشي. ها. شنية هذه كمان في الصينية هذه؟ هذه أصابع جوز الهند. أصابع جوز الهند. بيه؟ بيه؟ هذه محشية جوز. طبعا تقريبا كلها مكسرات هاتي. نعم. ايه؟ ثمن ثمن؟ الثمن بتاعها ب30. ب30. نعم. بيه؟ نواصله؟ نعم. نجي لهون. انطاكية. هذه انطاكية. هذه بكري قلت يا لسه ما حبيت تعرف كيف هذه انطاكية. هذه بالنسبة لمدينة انطاكية في سوريا. هذه أكلة تركية. تركية. هذه تركية. تركية. هاي مكوناتها. هذه مكوناتها من جوا بقلبها جوز هند. من الداخل جوز هند ومن الخارج شوكولاتة وفستق حلبي. فستق حلبي. المكونات بتاعها دقيق نفس تلق الطحين والزيت والسمن. ايوه. بثمن. السمن تبعيته 25. 25. نجي البقلاوة. بقلاوة. هذه بقلاوة. هذه بقلاوة. هذه ثمنها. هذه بقلاوة. هذه ثمنها 35. 35. لاحظتش البقلاوة كان الكاليبر بتاعها أصغر من البقلاوة بتاعنا بتونس ولا كيف كيف؟ لا هذه أصغر. أصغر إيه. هذه تجي أصغر. أصغر. المكونات بتاعها نفسها بتونس. مكونات بتاعها طحين. زبدة زيت فستق حلبي. بالفستق مش طبعًا. مش باللوز. لا 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 بالفستق. بالفستق. طبعا التبلة بتاع الفستق تختلف. ايوه. طريقة العمل تبعيتها تختلف. الكميات والموازين. هذه تجي الوجه تبعيتها أرق من التونسية. ايوه. وتجي من تحت أرق من التونسية. ايوه. نعم. ثمنها قلت 35. ثمنها 35. هذه كمان بقلاوة محشية جوز. 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 ليه؟ هذه الجوز. ثمن بتاعها 35. ثمنها 35. 35. ايوه. هذه بقلاوه باللوز. باللوز. هذه كي تونس. ايوه. ثمنها 35 كيف كيف. نعم. باهي. خونا محمود. ايوه. هذه اسمها صنوبريه. قبل ما نمشي للسوق بتاعها باش نسمع ما يفجعوش. قد ايه السوق؟ ما قول السوق قد ايه؟ 60. 60 دينار الكيلوغرام. نعم. علاه غالية برشا هذي علاه؟ فسرنا ترى. هذه بالبندو. بندو. ايه. هذه محشية بندو. ايه. ومحطوط لها. ايه. زبدة عربية. ايه. زبدة عربية وبندو. محشية ايه؟ بالبندو. ايه. بتعرف كيلو البندو بما يقارب 65. 65 دينار. كيلو البندو 65. نحن عم نبيعها ب 60. 60 دينار. انا اقل من ثمن. ايوه. اقل من ثمن المكونات. نعم. ايه.
اكثر من المكونات، يعني تكلفته اكثر من هيك، تكلفتها اكثر، تكلفتها اكثر من طبعا هذه ما نبيعها بالكيلو، منبيعها بالتشكيله طبعا. انت حابب كيلو مشكل حط لك منها طرفين، واللي يحب كيلو منها ب60 دينار ليه؟ يعني هي ما بتوفي بس بقاله، يعني نحن مشي مشي روح. هذه اصابع بالكاجو، اصابع بالكاجو، هذه اصابع كاجو، كاجو بالداخل كاجو من برا بقلاوه. هذه كيلو بتاعها 35 به محمود. شنو هذا؟ هذه بسبوسه. بسبوسه؟ نعم. بسبوسه اسمها متواتر برشا في تطويل، لكن الناس ما تعرف ايش. احنا نسميها نموره، انتم تسموها هريسه بسبوسه. هريسه بسبوسه. أيوة. هذه المكونات تاعها سميد. سميد تونسي. سميد تونسي. عسل. حليب ناشف. شو تقول الحليب الناشف يا عادل؟ حليب جاف. جاف. ايوه. وسكر وبس. والمكونات على وجهها مكسره. مكسر كيلو؟ الكيلو ب 35. لا ب 40 هذه، 40 دينار. هذه فيها اكثر من نوع، من فيها الكاجو، فيها في السوق الحلبي، فيها اللوز، فيها الكاجو. بسبوسه حتى هذه؟ هذه بسبوسه حب، تستق حب بس. لا ما فيهاش كيلوز والاخرى هذه. لا لا لا، هذه حب بس. حب بس. أيوه. هذه كيلو 35 كيلو. هذه كيلو ب 35. هذه شنو؟ هذه بسبوسه معجونه باللوز، بالجوز. بالجوز. معجونه بالجوز. بالجوز. ايوه كيلو 35. كيلو 35. كيف 35؟ الفيترينا هذه حلويات تونسيه تقريبا، محشي ومقروه، فما السمك المقدم بكري، سمسه. هذه سوريه، هذه تونسيه 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 تونسيه. نعم. محموشنيه هذه ولا هذه؟ وربه. ورقه. وربات. 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 ايوه. نعم. هذه المكونات تبعتها زي نفس البقلاوة. أيوة. تمام. أيوة. هذه بالداخل قشطة حليب وسميد. قشطة شنو القشطة؟ قشطة حليب وسميد نطيبها على النار. حليب وسميد. أيوة. بعد ما يبردوا نعجنهم ونعبيها بالداخل. أيوة. وبعدين تدخل الفوق. أيوة. ثمنها؟ ثمنها 20. 20 دينار. نعم. يعطيك الصحة محمود، بارك الله فيك. معنا صاحب المحل توا، الفكرة من جاتك؟ والله الفكره سهله من 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 قديم عندي الحكايه، ولكن المشكله كانت في اليد العامله، النوع اللي في تونس ولا كلاسيكي، احنا مستهلك مستهلك، وهذه صنعه اصيله، صنعه معناها واخذينها هم الاب عجده السوريين هذوما، حاولنا باتصالاتنا بال معناها تعب كبير باش تحصلنا على زوز من سوريا، والتطاوين مدينة صغيرة، مدينة صغيرة، وكثرة المحلات اللي نفس الاختصاص، فحبينا نوعوا. أولا أنا بالاحتكاك والاختلاط معناها تشوفوا برشا ناس تنقلوا تونس وصفاقس وجربة والمناطق اللي فيها الحلويات التونسية شرقية، هذه شرقية شرقية، والأخرى اللي في المناطق الأخرى في الشمال الواحد راهي تونسية شرقية، هذه شرقية شرقية، معناها الصانع والصنعة راهي شرقية 100%. فحبينا نقربوا ساعة قبل. تعتبرش هذا التحدي دخل فيه؟ والله تحدي، ولكن تو احنا عندنا 3 ايام تو فتحنا، ولكن انا متفاجئ من الزباين والقبال، ولا حتى احنا حاولنا نتحكموا في الثمن القدر المستطاع، حبينا نخففوا في الثمن قدر المستطاع، معنا ما عندناش هذاك الربح الكبير، خاطر نعرف بلادنا احنا وظرف الاقتصادي وظرف المعيشي التطوير، معناها على الاخر نزلنا على الاساس الاثمان، ابني خاطر تو المواد الاوليه كلها غاليه، كلها غاليه، من معناها من 40 دينار 60 دينار 50 دينار ابني، ومع ذلك مش موجوده بكثره، على الفستق الحليبي هذا نقول فستق، احنا نعرف فستق فقط، هو في برشا انواع، من اجود الانواع هذه الفستق الحليبي، فهمني، ومعناها مش من السهل معناها في تونس نوصلوا معناها ويجي خصيصا من برا معناها باسم المحل نتاعنا عن طريق على الشركات الكبيره اللي في تونس. باهي عندكمش بروموسيون في رمضان؟ والله البروموسيون من النهار الاول ان شاء الله، على حسب من البري انا توا نشوف الطاقه الشهريه، قلت لي في تطاوير هذه تسمى بروموسيون معناها تطاوير، احنا توا كي تجي قلت لك شوف ديما الماتير بريمير الماده الاوليه راهي غاليه برشا. غاليه معناها حتى تجي المغادره تشري، معناها حتى تشري كيلو، ما بالك واحد يشري في كميات كبيره،
احنا هاو مع الجودة واش نعملوا جودة ما شاء الله الجودة متوفرة بس باش نوصلوا في الجودة نتاعنا واللي يحب حاجة باهية يجي مرحبا بيه تلقى الحاجة الباهية واحنا تو نجموا نعملوا سلعة نفس المنظر نفس الواحد وقال تكاليف ولكن حابين نخدموا معناها الأصلية بثمنها المعقول خلاص باش الناس تاكل حاجة باهية وهذه كله ان شاء الله ان شاء الله ببركه الحاج والحاج الله يرحمهم هكا صوره الحاج مبروك وفوق دائما مرافق الله يرحمهم ان شاء الله ايوه ان شاء الله ربي يوفقنا واحنا احنا تو نشجعوا جبن المنتوج هذا التطويل ونحبوا ولاد التطويل يشجعوا المحل هذا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فهمتوا ان شاء الله الناس كل واحد ياخذ اختصاص تو احنا حذينا الشرقيه ان شاء الله معناها ما نحاولوش ان اكل الفكره نتاع التهافت التهافت ولا لا مش تهافت معناها تو هو حل عادل هذا تطويل كافي واحد اعمل كيما عمل جارك ولا غير بدر هذاك هي الفكره هذه نحو اي هذا تو عادل عمل مبروك عملت هكا نشوفوا حل اخرى تعمل حاجه اخرى هذه الناس كلها تخدم معنا المناسبات احنا اكثر شيء مربوطه بالمناسبات ولا عرس ولا فهمني نحبوا ندخلوا العاده نتاع واحد ياخذ معنا حاجه بايز وضيوف فهمني ريان قطعه في ضيوف ما عادش نضيف ويأخذ في ديارنا ولكن كمان معنا ابني والاهم حاجه كون المنتوج بتاعنا يصبر ثلاثة شهور نحطه معنا ما غير ثلاجه ما غير حتى امني تو قاعدين نحضر في تعليم معنا ممتاز باسم المحل ماركه مسجله ان شاء الله ان شاء الله باش تبدا امورنا واضحه يا سيدي بالتوفيق ان شاء الله وان شاء الله على ما خير بحول الله